أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً في 23 من يونيو الحالي لتحديد ما إذا كان تفشي أو إذا كانت ستصنف تفشي جدري القردة عالمياً على أنه حالة طوارئ صحية عامة تستدعي القلق الدولي. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم للصحفيين أن تفشي جدري القردة غير عادي ومقلق، ولهذا السبب قررت عقد اجتماع للجنة الطوارئ بموجب القواعد الصحية الدولية الأسبوع القادم لتقييم ما إذا كان هذا التفشي يمثل حالة طوارئ صحية تثير القلق الدولي.